النهارده هنفتح مع بعض صندوق البرنتر اتش بي الليزر جيت الام اف بي 137 اف ان دبليو. فاحنا دلوقتي مع بعض هنكتشف ايه اللي موجود جوه الصندوق وازاي نركبها ونجهزها للاستخدام والتشغيل. فعايز اوضح لكم البرنتر دي موجوده من 4-5 سنين كده تقريبا. ما تنساش بقى لايكك الجميل ويلا نبدا مع بعض. ادوني بس كده فرصه اركب المايك. يلا بينا كده. بسم الله. نجيبها في النص كده مع بعض. اول حاجه هيقابلك شويه كتاب عن الارشادات والتركيب وازاي تستخدمها والكلام ده. طبعا انت لو بتشوف الفيديو ده دلوقتي فالكلام ده مش اي ستين لازمه. بعد كده هتلاقي فل الحمايه. بعد كده هتطلع البرنتر. ودي البرنتر بتاعتنا على سيبها على جنب. في شويه كابلات كده. ده كابل اليو اس بي ده اللي بتربط بيه البرنتر بالكمبيوتر او البرنتر باللابتوب. والكابل المقفول ده كابل الفاكس اللي هو توصيل الفاكس بالاسبليتر او بعيد التليفون. وزي ما انتم شايفين دول كابلين باور، واحد للفيشه الثلاثيه وواحد للفيشه الثنائيه. فانت بتختار، لو انت عندك فيشه ثلاثيه بتركب ده، عندك فيشه ثنائيه بتركب اللي هو ده. وبعد كده مفيش اي حاجه ثانيه في الكرتون. بعد كده هتفتح اللزقه دي اهي بالطريقه دي كده. هي جامده شويه اهي. وتبدا تفك اللفه بتاعت البرنتر دي. وزي ما انتم شايفين دي البرنتر بتاعتنا. شايفين كل اللواصق الزرقاء دي بنشيلها وبالاسفنج ده. بعد كده القطعة الزرقاء دي هتشدها كده تمام، وهتلاقي هنا فل وهنا فل، طلعهم عادي. وهتلاقي الحبارة بتاعتنا، طلعها عادي كده، دي الحبارة بتاعتنا وشيل دي. وبعد كده ركب الحبارة زي ما كده بس كده. كده البرنتر جاهزة للتشغيل. شلنا كل ما هو حماية ليها، كل ده مش بنحتاجه، بترميه ملوش أي ستين لازمة. بعد كده بتجيب الفيشة بتاعتنا اللي هي الكهرباء وتلف البرنتر من ورا كده. وده مدخل الكهرباء او بنركبه بالطريقه دي كده. وتبدا تركب الفيشه في الكهرباء عادي جدا. هتلاقي البرنتر اشتغلت معاك عادي جدا او زي ما انتم شايفين. طبعا بتنتظر لحد ما صوت الميكانيكا ده يقف خالص. اول حاجه بيقول لك كونتري، انت بتختار البلد اللي انت فيها. انا هختار ايجيبت، لو ما قلتهاش ممكن اختار يو كي عادي جدا. فبدور على ايجيبت. انا متوقع ما فيش ايجيبت للاسف. لا، يبقى كده هختار اي حاجه. الخطوه دي روتينيه يعني مش لازم قوي. مثلا هختار الجيريا اللي هي الجزائر، ثم هنختار يس. بيقول لك كليننج ميموري بليز ويت، يعني انتظر بس. دلوقتي البرنتر كده جاهزه للاستخدام والتشغيل. هنا بتنور احمر بيقول لك بيبر امبتي، يعني درج الورق ما فيهوش ورق. طب فين درج الورق ده؟ شايفين الباب ده؟ هنفتحه كده تمام. ده درج الورق اللي انت هتحط فيه الورق الابيض. هنا بقى بتجيب شويه ورق كده وبتحطهم بالطريقه دي في مكان درج الورق اهي بالطريقه دي كده. اول ما احط الورق بص حصل ايه، اللمبه الحمراء انطفت والصفرة اشتغلت، معناه ان كده البرنتر جاهزه للاستخدام والتشغيل. عايزين نعرف دلوقتي وظيفه كل زرار موجود في البرنتر دي. البرنتر دي فيها زرار كده عشان فيها فاكس، فيها جهاز فاكس. ده زرار التشغيل والاغلاق، ده اللي هنصور منه وهنعمل سكان وهنرسل فاكس. اللي عليه اكس احمر ده بيلغي او بيكنسل اي امر اذا كان طباعه او تصوير او سكانر. دول ثلاث زراير خاصين بالفاكس. دي الارقام عادي جدا، ده الاتجاه اليمين والاتجاه الشمال وبيرجع خطوه لورا وبيدخلك في المنيو. وهنا في ثلاث لمبات منوره، طول ما هي منوره على اللي في النص ده معناه انك هتستخدم وظيفه تصوير الاوراق اللي هو الكوبي. لو عملنا كده اتحولت لفاكس، حتى مكتوب ايه ريدي تو فاكس، يعني هي دلوقتي جاهزه انك تستخدم الفاكس. وكده مكتوب ايه ريدي تو كوبي اللي هو جاهزه انك تستخدم التصوير. وكده بيقول لك ايه ريدي تو سكان، يعني ده الاسكان. فطبعا التلات وظائف دول هنعرف مهمتهم بعدين. اما الاربع وظائف دولت، ده لو انت هتصور بطاقه الهويه، وده لو انت هتغمق وتفتح، وده لو انت هتكبر وتصغر، وده اللي انت هتفعل منه خاصيه الطباعه من الموبايل اذا كان من خلال الراوتر الواي فاي او من خلال خاصيه الاتصال المباشر. واللمبه دي بتنور لونين، لما ينور اصفر كده معناه ان البرنتر جاهز للاستخدام والتشغيل، لكن لو نورت احمر بالطريقه دي كده معناه ان في مشكله، ورقه حشرت، ما فيش ورق في الدرج، حباره خلصت. مهم هينور كده وهيقول لك ايه المشكله اللي موجوده في البرنتر. او دلوقتي بيقول لي حط الورق، فمجرد نحط الورق
هينور اصفر معناه ان البرنتر جاهزه للاستخدام والتشغيل. عندك هنا بقى مصدرين لسحب وتصوير الاوراق، عندك جهاز الفيدر اللي هو الجهاز ده اللي تقدر تحط فيه اكتر من ورقه في عمليه واحده، يعني معاك اكتر من ورقه يعني زي 2 3 4 او اكتر من ورقه عامه، هتسهل لك انك تصور الاوراق وتعمل اسكان للاوراق وترسل الفاكس كمان. اما بقى لو انت معاك بقى كتاب، باسبور، بطاقه هويه، اي حاجه غير ورقيه، هيبقى التصوير من خلال الازاز دوت. ده ازاز التصوير اللي هو زي اللي موجود في المكاتب، وده الفيدر زي ما احنا عارفين كده. وطبعا عايزين تعرف ازاي تطلع الحباره دي، انت تمسكها كده تترفع عادي، اهي تترفع عادي زي كابوس العربيه، ما تسيبها في الاخر كده هي بتمسك وتيجي من هنا كده اهي، تفتح الباب دوت اهو زي ما انتم شايفين، دي الحباره بتاعتنا اهي، تطلعها كده اهي الحباره بتاعتنا هي دي زي ما انتم شايفين، دي رقم الحباره. لو انت حبيت تشتري حباره جديده تركبها ازاي زي ما انتم شايفين كده اهي بنفس الطريقه كده، وتقفل الباب ده للاسفل اهوت، وتبدا تقفل الباب ده للاسفل. في هنا تري عشان الورق ما يقعش في الارض اهوت، تري ده تفتحه كده، ده هيستقبل الورق المطبوع او المنسوخ او المرسلك منه فاكس عشان الورق ما يقعش في الارض. ولو لفينا البرنتر دوره كده فيها كذا مدخل، عايزين نعرفه مع بعض. بص معايا كده، ده مدخل الفاكس، ده اللي هتوصل منه من البوكس للبرنتر، وده لو انت هتركب عده بتاعه تليفون اضافيه، وده لو انت هتوصل البرنتر نيتورك شبكه، وده للكابل يو اس بي اللي بتوصل البرنتر بالكمبيوتر او البرنتر باللابتوب كده. مفيش اي حاجه ثانيه تقدر تعرفها في البرنتر، كل امور البرنتر سهله وبسيطه ومش محتاجه اي حاجه. كده عرفنا مع بعض مكونات الكرتونه، وكمان عرفنا كل حاجه موجوده في البرنتر، وكمان عرفنا ازاي نجهزها للاستخدام والتشغيل. ان شاء الله انتظروني الفيديو اللي جاي، هنتعلم ازاي نصور الاوراق على البرنتر دي، وكمان باقي الحلقات بكل وظيفه هتنزل بعد كده. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده، اشوفكم الحلقه اللي جايه، سلام.